كما هو معروف دائما المماطلة الإسرائيلية ومحاولة فرض شروطها على الشعب الفلسطيني. إسرائيل نحن لا نثق بها ولا بسياستها ولا كذلك ولا نثق حتى بالموقف الأمريكي تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية. تصور أنه بالأمس الولايات المتحدة تقول أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسه، أكثر من 40 شهيدا حتى الآن وأكثر من 200 جريح، وليس هنالك جريح إسرائيلي واحد، وبالرغم ذلك تقول أمريكا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسه. على أي حال نحن لا نثق بإسرائيل ولا بوعودها، حتى لو أدى الأمر إلى اتفاق الليلة وصباح الغد، فمن المؤكد أن إسرائيل تبحث دائما عن أعذار لاستمرار في عدوانها. إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، إسرائيل تريد استمرار الانقسام الفلسطيني، إسرائيل تريد أن تكون في موقع دائما بفرض شروطها على العالم العربي واستنزاف قدراته وخيراته. وبالرغم من ذلك نحن نسعى جاهدين جميعا، مصريين وعرب وفلسطينيين وعلى كل المستويات، بسرعة وقف اطلاق النار، لأن وقف اطلاق النار سيؤدي إلى منع المزيد من الشهداء ومن الجرحى ومن الإصابات ومن التدمير. سيد نبيل، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس اتكلم على انه مصر بتجرد صلاه معاكم، بتجرد صلاه مع كل الاطراف، وبالتالي لوقف هذا العدوان. ماذا عن تحركات والاتصالات المصريه معاكم مع سياده الرئيس محمود عباس ومع السلطه الفلسطينيه وكافه الفصائل؟ يعني الاتصالات الفلسطينيه المصريه موجوده على مدار الساعه بسبب هذه المشكله وبسبب مشاكل اخرى سيتعرض لها الشعب الفلسطيني. التواصل دائم والتشاور دائم، ودائما هنالك تواصل مع القيادتين من اجل وضع حد للعدوان الاسرائيلي. لكن كما قلت لك وكما تعلم انت الصديق العزيز ان اسرائيل دوله لا يمكن الوثوق فيها، ان اسرائيل تبحث دائما عن فرض شروطها على العالم العربي. وبالرغم من ذلك نحن لن نسمح بتهويد القدس ولن نسمح ب تدمير القضية الفلسطينية، ولن نسمح لإسرائيل ولا لأمريكا معها أن تغير من حقيقة أن القدس وبمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين. المعركة الحالية هي معركة على الشعب الفلسطيني. في القدس صباحا كان آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، وغزة تتعرض للغارات، وجنين ونابلس تتعرض للاقتحامات. هذه حرب إسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ولأن الشعب الفلسطيني يرفض الاستسلام ويرفض القبول بالشروط الإسرائيلية مهما كانت الظروف. فنبقى على تواصل مع الأشقاء العرب وعلى رأسها مصر العزيزة، وسنستمر في غدا الاثنين هنالك اجتماع في مجلس الأمن